أما ما يروج له من أن بوذا أنه نبي وما شابه ذلك من هذه الأقاويل، فإن اللجنة الدائمة للإفتاء فصلت في هذا الموضوع وبينت أنه كان كافرا فيلسوفا ويتعبد لله على غير دين سماوي، وذكرت اللجنة أن من اعتقد نبوته فهو كافر، نسأل الله السلامة والعافية. وقومه غلوا فيه واعتقدوا فيه الألوهية، وهذه الديانة المسمى بالبوذية الوثنية اعتنقها كثير من البشر كما قالت اللجنة الدائمة، فهي فصلت في هذا الموضوع. والواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن لا يتحدث إلا بعلم، وأن لا يأخذ العلم إلا من أهله. وقد قال محمد ابن سيرين كما في مقدمة صحيح مسلم: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.